أيضا المعايير، تضع القواعد وتحدد المعايير. كيف يمكن لنا أن نضع قواعد السياسة الأردنية؟ تعريفا بسيطا للحوكمة. المحور الثالث، كان لنا شرف أن نحضر إذن هذا الدرس الافتتاحي الذي ألقاه الأستاذ عمر ميسي، والذي خصصه أساسا إلى نمط جديد بالنسبة للتسيير، والأمر يعني مهم جدا، وأنه وجه إلى تلامذة المدرسة الأولى السنة الأولى الذين يولجون المدرسة لأول مرة. يعني الجيل الجديد لازم يكون في مستوى طموحات مواطنينا، ولازم يعرف كيف يتبنى كل مشاكله وبكيفية شفافة، يعرف كيف يوصل يعني إلى المواطن ما يستحقه بالنسبة لأداء الخدمة العمومية. المدرسة الوطنية للإدارة عندها تقليد راسخ من تأسيسها إلى يومنا هذا، تنظم دائما لفائدة الدفعة الجديدة درسا افتتاحيا، وطبعا لكي يحظى هذا الدرس برمزية كبيرة جدا، ويعلن يعني نعلن فيه أن المدرسة التي تختلف عن بقية المدارس تحضره السلطات العليا للبلاد، وفي أغلب الأحيان السيد وزير الداخلية شخصيا يشرف على هذا الدرس. يتم انتقاء الموضوع بعناية ووفقا لما يتوافق مع المرحلة، ويحضر السيد الوزير ويستمعون التلاميذ طبعا بكل عناية واهتمام، والدرس فعلا يعتبر بداية انطلاق رسمي للسنة الأكاديمية. نجحت هذه السنة وتمكنت من الانضمام إلى المدرسة الوطنية للإدارة، ولي الشرف أني أنضم إلى هذه المدرسة العريقة التي تمنح تكوين عالي وذا مستوى رفيع، التي يساعدنا لكي نكون في المستقبل في خدمة المواطنين والعمل والمساهمة في تحسين والرقي بالإدارة الجزائرية.